سؤال هنا، ما معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخواني في الله، الصلاة من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أي أن يذكره الله جل في علا في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وهو من التابعين، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بين الملائكة، فهذا صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الملائكة هي أن تطلب من الله أن يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأما صلاة الناس على نبينا صلى الله عليه وسلم فهي الصيغة التي سمعناها. بهذا نكتفي، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.